فيها النظري والعملي، فيها اللي بيكتبوا البكرة واللي بيصنعوه، فيها اللي بيأسسوا للمستقبل واللي بيقطفوه. حلقتنا فيها كبار وصغيرين، كلهم قدروا بشكل من الأشكال إن هم يكونوا قد المسؤولية كبارا وصغارا. المسؤولية أحيانا بتكون فردية وأحيانا بتكون جماعية. ممكن تبتدي بموقف صغير يخصك ويخص ابنك، وممكن تنتهي بموقف يخص شعب وأمة. إنك تكتب شهادة ميلاد جديدة لابنك المخطوف، أو تكتب شهادة استثمار جديدة لقناتك التي تحفر، أو تكتب دستور جديد لبلدك التي تحلم بالنهوض. الثلاث شهادات معانا دلوقتي. وراهنت على المستقبل، عشان كده كتبت الافكار. جيب الافكار دي من الافلام فبعملها. البراعم بتشتري اسهم في بلدها. فرحانه بيا قوي وانا كنت بحكي. ومنين بيجي السواد؟ من الطمع والعناد. ربنا ما يوري اي حد الموقف ده. اللي قادرين نجمعهم والله العظيم ما في غيرهم. 18 ساعة عدوا عليا ولا 180 سنة. دي كانت أصعب مكالمة، دي الحقيقة ما صدقتهاش أصلاً، ما صدقتش إن أنا بسمعه. عملتوه في مسلسل الأيام. صنع وروح. أنا فضلت اسمي الشاعر الشاب لغاية ما قربت من الخمسين. في ميعاد الأكل بأمر سي عمرو جده يقعد يحكي حكايات. نزل تحت العمارة يلعب. عمر طفل ذكي لطيف، أكيد باباه ومامته بيحبوه زي أي أب وأم ما بيحبوا ولادهم زي حتة من قلبهم. عمر اتأخر قوي، ابتدى بابا وماما يقلقوا ساعة اتنين تلاتة، وبعدين لقوا نمر التليفون بتكلمه. تقول لهم ابنكم معانا، يا تدفعوا 3 مليون يا تستعوضوا ربنا في ابنكم. ربنا ما يوري اي حد يا رب الموقف ده، لا في ابنه ولا في قريبه ولا في حبيبه ولا اي حد. الساعات اللي عدت على مامت وبابا عمر ساعات ممكن نسميها الساعات الرهيبه. اي حد بيتفرج على التلفزيون وبيتخيل قصه زي كده بيبقى قادر يتخيل ممكن يكون ايه احساسه. الحقيقه انه الساعات الرهيبه دي ما حطلهاش نهايه سعيده الا ثلاث حاجات. واحد طبعا جهود امنيه وجهود وزاره الداخليه، انما في عامل مهم جدا هي تماسك الاهل. الحاجة الثالثة والأهم هي ذكاء عمر وتعامله مع الموقف بشكل مختلف يمكن عن أطفال كتير. في كذا زاوية في قصة الساعات الرهيبة دي. خلينا نشوف من أول لحظة اتخطف فيها عمر لحد آخر لحظة لما رجع لحضن بابا ومامته إيه اللي حصل. ما تتأخرش يا عمر. ماشي حاضر.
عملية التسليم والتسلم بتكون من أصعب المراحل لأي حد يمر بالتجربة دي، وللأسف بقت متكررة عندنا، وإن شاء الله تتوقف هذه الظاهرة. من أصعب المراحل هي فكرة التسليم والتسلم. الناس تعمل اللي تعمله وتدبر قرشين وخايفة تروح تديهم الفلوس ما يديهمش الطفل أو المختطف. كيف تعامل الأهل مع هذا الموقف؟ وإزاي يتعامل عمر بثبات وذكاء مع العصابة اللي خطفته من قدام باب بيته؟ أولا معانا عمر بطل حلقة الليلة، ومعانا كمان والده ووالدته. الحمد لله على السلامة. اديني حض. الحمد لله على السلامة. ايه ده؟ ايه المغامرات اللي انت عشتوها دي؟ اقعد اتفضل. الف حمد لله على سلامة عمر. الله يخليك. انت جامد جدا على فكرة يا عمر. احكي لنا الحدوتة بالتفصيل يا عمر. انا اولا نزلت عشان العب مع صاحبي، فانا بعدت عنه شويه، فوانا ماشي في عربيه ورايا وراجل، فانا تاكسي يعني عربيه تاكسي، فانا متوقع ان الراجل ده هيسال التاكسي يوصل في حته ولا حاجه، فمش في دماغي يعني اللي انا ممكن اتخطف ولا حاجه. طبعا ده قدام البيت يعني. فمره واحده الباب بتاع التاكسي اتفتح ورماني الراجل جواه ودخل ومشينا بره المدينة خالص. خرجنا بره في الصحراء. انت عملت ايه في اول لحظة؟ قعدت تصرخ؟ لا، ما هو قالوني قبل ما نخرج من المدينة، قالوا لي لو صرخت او زعقت هنجري بيك ونقتلك. فانا كنت ملتزم الهدوء. ادركت ان الموقف فيه حاجة غلط. سو هم بيشدوك قبل ما يقولوا لك الكلام ده، ما صرختش يعني اللحظة الأولى اللي هو قبل ما تدرك الموقف؟ ولا كان بسرعة جدا؟ لا كانت بسرعة جدا، ما لحقتش اصرخ. اول ما دخلت في العربية كان في حد في العربية ورا، فاول ما دخلت حط ايده على بقه. ازاي يعني؟ مرة واحدة اول ما دخلت راح مسكني حط ايده على بقي وخلاص، ما عرفتش اتكلم. كنت مرعوب في الاول، مرعوب اللي انا اول مرة اتخطف. كنت مفكر في ايه وهما في الطريق وبيقول لك ما تتنفسش؟ بفكر اهرب يعني، كنت افتح باب العربيه واجري. يعني انت كنت مركز تفكيرك ان انت ازاي تزوغ من الناس دول. ساقوا بيك نص ساعه وانت قلت هلتزم الهدوء. رحنا بقى في قريه كده صغيره وركننا قدام قهوه كده، بيتنا هناك. هم كانوا مستريحين ومستوطين، انا كنت بعد في العربيه يعني. كلهم كانوا هم سابوك في العربيه؟ كنا طول الوقت في العربية ما نتحركش منها، كنا قاعدين في العربية. هي الأحداث كلها كانت في العربية. يعني من ساعة ما اتخطف لغاية أنا ما رحت خدته. أيوة بس أنا سمعت مكالمة، وإحنا هنعرض مكالمات ما بين الخاطفين والمخطوفين أو ما بين العصابة وما بين أهل عمر. لا أنت في مكالمات بتقول لمامتك أنا جنب النيل. صح؟ مش أنت، أنا سمعت المكالمة دي. جنبك النيل ازاي؟ البحر يعني. انت فعلا كان جنبك بحر؟ هم راحوا بيه لغايه العين السخنه. يعني خدوه راحوا العين السخنة. لان هناك ما يعني اسهل لهم يعني، من بعد المدينه عندنا راحوا على العين السخنه. وكله في العربيه. طيب قالوا لك ايه؟ واول مره قالوا لك كلم مامتك او كلم باباك لما ادوا لك التليفون وانت كلمتهم؟ لا انا يعني هم سالوني رقم الموبايل ايه، فما رضيتش اقول لهم في الاول، فقلت له هات الموبايل اتصل انا عشان ما يعرفش من الرقم. فدوست على الارقام وخلاص اتصلت يعني، اديت له الموبايل. وبعدين يعني كنت خايف شويه، اللي انا كنت خايف اللي انا بعيد عنهم شويه يعني، بس كنتش يعني خايف اللي انا مخطوف، ما كنتش مدرك. مين اللي كان خايف اكتر، انت ولا ماما؟ كنت بقى ما اعرف. لا يعني بيبان برضو. لا ماما كانت اكتر، كانت بتعيط في التليفون اكتر يعني. تعيط بس؟ كانت بتصرخ. ايوه كده، كانت بتصرخ في التليفون.
قلت لها ايه بقى في اول مكالمه لما هي كلمتك؟ انا قلت لها انا مخطوف، فقالت لي مخطوف، فبعد كده انا ما كلمتش، اديت لهم الموبايل، ما عرفتش اتكلم اصلا، ما قدرتش، كنتش قادر اتكلم. يا حبيبي ما بتعيط طبعا. ما كنتش بعيط، انا مش قادر اتكلم، صوتي راح في الاول، يا قلبي ما قدرتش اتكلم، فاديت لهم الموبايل هما اللي اتكلموا. بس انا سمعت ان انت عملت حركه ناصحه قوي يا عمر، حركه كده في الافلام الاجنبيه لما الخاطفين والعصابه حطوا السكينه وقربوا السكينه عشان يخوفوا عمر، يقولوا له يعني احنا جامدين، يعني عمر لعبهم عشان ياكل. عملت ايه لما جم يقربوا السكينه منك؟ قلت لهم ان انا تعبان نفسيا وما بستحملش الحاجات اللي يعني المواقف اللي زي دي، فرمى السكينه من الشباك وخلص. هو خاف قلبه يقف طبعا، قال له انا ممكن قلبي يقف. انا قلت له انا تعبان نفسيا وممكن قلبي يقف لو يعني حصل حاجات زي دي، فانا ما بقدرش استحمل المواقف. وانت فعلا اللي عندك حاله نفسيه؟ قلت لهم عشان كده عشان يخفوا عليا، عشان ما يقعدوش بقى يرصوا عليا ويقعدوا يزعقوا ويشتموا ويضربوا. فانا قلت اخف الموضوع في الاول. قلت لهم ان لو حصل لي حاجه مش هتاخدوا ولا مليم. قلت لهم لو انتوا ما فضلتوا تعاملوني بالطريقه دي انا ممكن اموت لكم نفسي. وبعدين بس فقالوا لي ساعتها ابتدوا يتعاملوا معايا كويس. طب الافكار دي جات لك ازاي؟ افلام بقى بتفرج عليها، بجيب الافكار دي من الافلام فبعملها. لا بكلمك بجد والله. لا انا فكرت في الموضوع ده، يعني فكرت ان انا اعمل الحاجه دي عشان يبطلوا الزعيق فيا ويشتموا كده يعني. فجت لي الفكره دي بالصدفه يعني. قلت اعملها خلاص، على الاقل يهدوا عليا شويه، ما يضربونيش ولا يعملوا لي حاجه. كان كل ما الوقت بيعدي وانت قاعد في العربيه يا عمر بتحس انه الامل بيزيد انه اهلك بابا وماما يوصلوا لك، ولا الامل بيضعف ان هم يوصلوا لك؟ لا الامل بيزيد. بيزيد اللي هم يقدروا يوصلوا لي. عشان هم كانوا بيطمنوك في التليفون صح؟ كنت متخيل مين اللي هينقذك، بابا ولا ماما؟ الشرطه طبعا. بس يعني مين اللي هيعرف يتصرف اكتر؟ بابا يقدر يتصرف اكتر. تصرفت ازاي يا بابا؟ الحقيقه كان موقف يعني اصعب موقف انا قابلته في حياتي. 18 ساعة عدوا عليا يعني ولا 180 سنة يعني. صح. وعمري ما تخيلت ان انا في موقف زي ده ممكن امر بيه، او يعني الواحد بيقعد يتفرج على الافلام بس يعني. صح. ممكن اشوف فيلم اكشن فانا اتخيل الموقف ده، انما انا اعيشه وامر بكل مراحله وانا اللي متخذ القرار فيه وانا اللي بتصرف، فدي مسؤولية غير طبيعية، والغلطة فيها معناها ان انا حياة ابنك، ابني هيروح في لحظة. فالحقيقة انا في البداية طبعا علياء كلمتني في التليفون وانا كنت راجع من الشغل بالليل على طريق السويس، فلقيتها يعني بتقول لي ده عمر اتخطف. للوهلة الاولى انا لا بتقول لك عادي ولا بتصرخ؟ لا هي طبعا بتصرخ، بس يعني انا مش مستوعب. بصرخ في التليفون وبعيط طبعا وبقول له عمر اتخطف يا محمد تعالى حالا، عمر اتخطف طبعا بصريخ وبعياط. هو كل مره يقول لي ايه، اروح معيدها له تاني يقول لي ايه، ثلاث مرات بالطريقه دي. ففي الاخر بدا يستوعب، قلت له طب تعالى بسرعه، بس رحت قافله الخط طبعا، ما كانش في وقت ان انا اتكلم كتير يعني. طبعا انا حتى بعد ما قفلت السكه ومشيت في الطريق، انا طلعت جريت طبعا بالعربيه، ما اعرفش يعني كنت بجري ازاي، لكن كان يعني في حاجة كنت بتمناها تحصل، هو ان هي تكون بتضحك عليا وتعمل فيها حركة، يعني ده اللي انا كنت متخيله لغاية اللحظة، لغاية ما وصلت لغاية البيت وطلعت بسرعة جري وبفتح الباب، هو ان انا بفتح الباب هخش جوه هلاقي عمر
مش قادر اتخيل ان انا ابني اتخطف وهفتح الباب اخش ما الاقيهوش، وعمال اتمنى من ربنا وانا ماشي ان هي كانت بتضحك عليا وعامله في مقلب يعني. فما وصلت طبعا البيت فعلا ما لقيتش حد، لقيت كريم ابني الصغير بقول له فين مامي، قال لي ده مامي نزل. كريم اللي هو هنا صح؟ كريم ازيك يا كريم؟ طب ما تيجي تقعد معانا يا كريم، مش حضرتك عندك عمر وكريم صح؟ تعال تعال نسقف لك كمان يا كريم. قاعد بعيد ليه؟ خليك قاعد جنب عمر وجنبنا. فلقيت كريم، لقيت كريم قلت له فين مامي؟ لا لا ده في حب هنا جامد ما بين كريم وعمر. لا 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 ربنا يخليكم لبعض، ربنا يخليكم لبعض يا حبايبي ويخلي بابا وماما لكم. انت بتحبه قوي كده يا كريم ولا هو ولا كان بيضايقك وانتوا بتلعبوا؟ ساعات بنضرب بعض. لا والله بتضربوا بعض؟ ساعات بتضربوا بعض طيب. يعني ما اتنقلم. طب ولما بتضربوا بعض يا كريم انبسطت انت لما قالوا لك عمر في ناس خطفوه؟ لا. ليه؟ عشان انا بحب عمر. خفت عليه قد ايه يا كريم؟ عيطت شويه بس رحت انام وافتكرت العمر جنبي ومامي قاعدين. تخيل ان ومامي قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون ونمت عادي. بعدين خلاص. لا لما صحيت من النوم ايه اللي حصل؟ عمر لسه ما جاش بس برضه استحملت. وكنت بتعيط ليه بقى؟ طبعا لما بتتخانقوا بتقطعوا بعض، بس في لحظات برضو طبعا قويه يعني. اكيد كريم ده مجننك صح؟ صغير ومدلع بس الخطف ده حاجه ثانيه. ربنا يخليكم لبعض يا رب. هو كريم كمان كان متماسك يعني، ما عيطش قدامي. لا انتوا الاسره المتماسكه. استنوا بس استنوا، ده انتوا حكايه. يا رب ابدا ما يوريها لحد. يا رب. انت هتعيط دلوقتي يا كريم؟ هتعيط دلوقتي؟ لا هو طيب خلاص ده الموضوع خلص. ايوه الولد مخطوف ومفروض انت تتصرف ومسؤول عن كل تصرف هتعمله. بالظبط. فللحظه الاولى نزلت جري طبعا ادور عليها، فلقيت عربيه الامن عندنا في مدينتي لقيتها جايه معاهم. قالت لي عمر اتخطف وناس اتصلوا بيا قالوا لي ده عايزين فديه 3 مليون جنيه. طبعا انا بقيت واقف يعني مذهول، ايه اللي بيحصل ده؟ ازاي حاجه زي كده تحصل في مدينتي؟ ازاي موقف زي ده يحصل عندنا؟ عندنا سكيورتي، ولادنا بينزلوا يلعبوا تحت. طبعا يعني كان في اسئله كتير قدام الواحد لكن مش لاقي الاجابات يعني. ما كل الاجابات دي مش هلاقيها دلوقتي. فين ابني؟ راح فين؟ مين خده؟ ما اعرفش حاجه. فالحقيقه جريت على المكان اللي كان فيه ادور، طب اسال الناس. الناس كلها ابتدت طبعا في مدينتي يبداوا يعرفوا الجيران، يعرفوا الموضوع، ابتدوا يجروا يساعدونا، نسال بعض، حد من صحابه اللي كانوا قريبين شافوا. الغريب انه ما حدش شافه يعني. للحظه الاولى مش لاقيين حد يقول احنا شفنا مثلا عمر ركب تاكس او ركب عربيه شكلها ايه او مش عارفين. فيعني مسألة كانت مبهمة حتى غريبة جدا، ازاي اتاخد بالمنظر ده؟ محدش شافه لان هو كان بيعدي شارع كان رئيسي بس شارع فاضي خالص. فبالتالي يعني مفيش حد موجود تقريبا، انه عندنا مدينة طبعا هادية جدا كل واحد قاعد في بيته مفيش حد في الشوارع يعني. جريت على طول طبعا. التصرف الاولاني ان انا بلغت الشرطة على طول يعني بدون تردد، لانه انا مش هقدر اجيب ابني. لو هنبقى واقعيين ان انا لو عايز ابني يرجع مش هينفع اتصرف لوحدي. هم الناس اللي عندهم الخبره وهم الناس اللي عندهم الامكانيات يعني. بالظبط. فعلى طول اتصلت بالشرطه الحقيقه وبلغت
الناس الحقيقة ما تأخروش، على طول اتحركوا. الأمن في مدينتي برضو جالي على طول، يعني قبل ما يوصلوا كان في مكالمة جت بقى من الخاطفين عمر. لا احكي لي عن أول مكالمة بقى دي. أول مكالمة يا دوبك يعني أنا برد عليهم، فلقيت هم دايما كانوا بيخلوا عمر يتكلم الأول بحيث نبقى نوع من أنواع الضغط النفسي، إن أنا طبعاً ما أسمع صوت ابني وكده يعني هيبقى فيه تأثير عليا، وبعد كده ما يكلموني يفوضوني بقى هبقى ضعيف طبعاً قدامهم. أنا الحقيقة كنت متماسك في الموقف جداً. أول مكالمة خدت، أول ما رديت لقيت عمر عامل إيه، عمر كويس أنت بهدوء، مش محسسه بأي حاجة، لأن أنا لو حسسته ببانيك هو ممكن يحصل له عمليه ذعر، فبالتالي هيخاف اكتر. يعني انا قلت لي حضرتك بتشتري، انا عندي شركه ماركت ريسيرش ابحاث تسويق. يعني يعني حضرتك شغلك ماركتنج اكتر. ريسيرش يعني انا ابحاث. ف يعني انت فهمت انه لو بان في صوتك الرعب ده مش بس هيرعب ابنك، هيصعب المهمه كلها. بالظبط، بالذات ان انا لما كلمته لقيته هو بيتكلم طبيعي، فإذا كان ابني بيتكلم طبيعي مش معقول أنا هبقى يعني مرعوب وهحسسه وهوصله الإحساس ده في التليفون، فدي تبقى غلطة كبيرة جدا. يعني أنا لما لقيته بيتكلم طبيعي ده ريحني نفسيا شوية، إن أنا حسيت إن هو متماسك في الموقف، فابتديت أكلمه أنت عامل إيه كويس، في حاجة حصلت لك؟ قال لي لا أنا كويس مش أي حاجة وأنا تمام. طيب ضربوك عملوا حاجة؟ قال لي لا. طب اكلوك شربوك؟ قال لي لا ماما ما اكلونيش شربين. قلت له بص يا عمر ده موقف صعب، وانت دلوقتي في موقف صعب جدا، ولازم تتصرف بعقل وبحكمه، ولازم تتحمل لانك انت راجل، والراجل في المواقف اللي زي دي بتبان الرجوله بتاعته ان هو يقدر يتحمل ويتصرف صح. فانت دلوقتي لوحدك، محدش معاك فينا، وبالتالي انت هتتحمل انك انت لا هتاكل ولا هتشرب لغايه احنا ما هنقدر ايه نرجعك. انت بتاهله للأسوأ. انا بالظبط كده. يعني انا بفهمه هو رايح فين، علشان ما يبقاش برضو بالنسبه له في مجهول وما يبقاش عارف يتصرف فيه. يعني المكالمه دي او يعني الدقيقتين اللي انا كلمتهم فيه بقى حسيت بعديها ان هو قال لي لا طبعا يا دادي انا راجل وهتحمل الموقف وانا هعرف اتصرف كويس. انت فعلا قلت كده يا عمر؟ قلت كده. انا قلت له ان انا اقدم مسؤوليه واقدر استحمل اللي انا فيه، يعني ممكن استحمل. انت في سنه كام؟ داخل سته. ما شاء الله ما شاء الله. بعد كده خدوا طبعا هم منه تليفون وابتدوا بقى يتكلموا معايا، واحنا عايزين 3 مليون جنيه. قلت له انت 3 مليون جنيه اللي بتتكلم فيهم دول؟ انا معيش مبلغ زي ده وما اقدرش ان انا ادبر مبلغ زي ده. طبعا مستوى ثقافي ما فيش، مستوى تعليمي منحدر، بيتكلم طبعا باسلوب وحش جدا. قلت له يعني انا مش عارف انت ازاي بتتكلم في 3 مليون جنيه، انا لا اقدر اجيب لا مليون ولا اثنين ولا ثلاثه ولا معايا المبلغ. هو قالك بقى في مدينتي دي مشكله، لانه ان انا عشان عايش في مكان زي مدينتي يبقى انا خلاص مليونير، فدي كارثه يعني. طب هم مش فاهمين انه الطبقه دي هي بتعمل تحويشه العمر كلها عشان تسكن في مكان، عشان تربي ولادها كويس زي ما انتوا عملتوا كده، زي يبقى ياخد تعليم كويس. بالزبط. يعني هم استثمارهم بيبقى اكتر عشان ولادهم. فطبعا هو مش مستوعب ده، وعمال يقول لي ده لو ده انت لو عندك شقه في عزبه الصفيح كان يبقى معاك 100,000 ولا 150,000. هو عايزك تبيع الشقه طبعا عشان هو متخيل ان شقتي مثلا طالما ثمنها غالي ده معناه انه انا عندي ملايين في البيت لدرجه لا مش فاهم، ممكن يبقى عليها اقساط ان انت لسه ما دفعتش ثمنها اساسا. بالظبط كده، ومش مستوعب ده خالص. ومتخيل ان انا عندي ملايين في البيت، ده بيديني ميعاد بيقول لي قبل الساعه 2 تكون جبت لي 3 مليون جنيه. يعني اللي هو مثلا لو الواحد عنده اي مبلغ في البنك حتى ما يعرفش يلحق يجيبه مثلا يعني. فمتخيل ان انا شايل 3 مليون جنيه في البيت، فهطلع اجيبهم واروح اجيب ابني واجي يعني. طبعا انا يعني ما قدرتش امسك نفسي،
ان يعني دخلت فيه شمال اتخانقت معاه في التليفون، قلت له انت مجنون، هو يعني انت اللي يتكلم كلام عاقل يعني، انت حتى لا طالب مبلغ حتى ما قدرتي ان انا اجيبه لك، ولا انت حتى بتتكلم كلام ناس عاقله يعني. انت اكيد شكلك كده خطفت حد غلط، شكلك بدل ما تخطف حد رحت خطفت ابني، فارجوك رجعه وروح شوف انت كنت هتخطف مين، لان انا معيش المبلغ ده. فطبعا انا برضو يعني انا معيش المبلغ ده، لكن انا بعمل له نوع في البدايه نوع من الهزل، بتحطه يعني اساس للتفاوض. بالظبط، انا عايز اوصله في النهايه انك انت خدت قرار خطا اللي انت عملته ده، وانك انت يعني ابتديت مشوارك في الموضوع ده بشكل مش صح. طب لحظه واحده، عايز حاجه يا كريم؟ عايز ايه؟ عايز تروح الحمام؟ براحتك، ما تستأذنش حد، كده كده ادخل ورا هتلاقي حد مستنيك، هيروح الحمام وترجع تاني براحتك خالص. يلا معلش استاذ كريم. ايوه حد والنبي من جوه، بس ما تتاخرش علينا يا كريم، من فضلكم فلور مانجرز حد يستقبله من ورا. ايوه في حد مستنيه، خلاص حد مستنيه. لا ما تقلقوش على كريم، اولادكم بيعرفوا يتصرفوا. انا اسف على قطع كلامك. لا مش فانا بحط او بمهد في المكالمه ان الاكسبكتيشن بتاعته اللي هو حاططها او توقعه في المبلغ اللي هو بيتكلم فيه ده مش خارج مقدرتي بالمره، وبالتالي المبلغ اللي هقدر ان انا اعرضه عليه ده هيبقى في الحاله دي امكانياتي، فهو لازم يحاول يتفاوض لان هو بيتكلم في مبلغ مش معقول يعني. طبعا هو قفل معايا السكه وقال يعني ما فيش غير كده وهم 3 مليون والكلام ده كله. بعديها كلمني واحد تاني صعيدي اللهجه، قال لي انا عايز احنا هو 3 مليون وما فيش حاجه هتبقى اقل من كده والكلام ده كله. برضو رحت بتخانق معاه وقلت له انتوا اكيد يا جماعه انتوا شكلكم شاربين حاجه او في حاجه مش مظبوطه. طيب انتوا قول لي في اللحظه التفاوضيه الصعبه دي مدام علياء كانت بتتخانق معاك ومتوتره وكده، ولا لا كانت برضو هاديه ومتماسكه عشان تعرفوا تعبروا الازمه دي؟ لا هي كانت متماسكه لاني خلاص انا جيت فانا بتصرف، فهي عندها امان انه انا موجود. هو يعني مش موترك زياده؟ لا ايه العقل ده يا مدام علياء؟ لا خلاص اطمنت ان هو معايا. يمكن في الاول لما خدت اول مكالمه وقالوا لي ان عمر ان ابنك معانا وعايزين 3 مليون، دي كانت اصعب مكالمه، دي الحقيقه ما صدقتهاش اصلا، ما صدقتش ان انا بسمعه. دي فيها صرخت، كنت انا واقفه في الشارع وصرخت، والامن السكيورتي جم حواليا وطلبت منهم يقفلوا البوابات والكلام ده. دي لحظه فعلا حسيت فيها ان انا تايهه ضياع كده. مش اهلا يا كريم، مكانك لسه مستنيك. بس ففي لحظة محمد لما جه حسيت ان انا اطمنت شوية، خلاص في هو هيتولى بقى الامر معايا يعني. طيب انا هستأذن حضراتكم بعد الفاصل، هنسمعكم المكالمات الحقيقية اللي ما بين والد ووالدة عمر وبين الخاطفين. طبعا هي بالتأكيد مهما قعدت اقول الموقف صعب للغاية، وصحيح ان هم كانوا 18 ساعة بس زي ما حضرتك قلت هم ب 18 سنة او 180 سنة. بعد الفاصل هنسمع المكالمات الحقيقية اللي اتسجلت اللي هم سجلوها، ونشوف الخاطفين بيتكلموا ازاي واهل عمر بيتكلموا ازاي. والله العظيم ما في غيره. 18 ساعة عدوا عليا ولا 180 سنة يعني. دي كانت أصعب مكالمة، دي الحقيقة ما صدقتهاش أصلا، ما صدقتش إن أنا بسمعه. وما نيل المطالب بالطيابة، دي مش دنيا يا شوقي بيه، دي غابة.
التفاوض اصلا في العموم مهمه مش سهله، ما بالك لما تكون بتتفاوض عشان ابنك مخطوف، ما بالك لما يكون الطرف الثاني شخص ممكن يعمل اي رد فعل، حياه ابنك في ايده وطالب منك شيء مش في استطاعتك، طالبين 3 مليون. خلونا نسمع جزء من المكالمات الحقيقيه كما سجلت. ايوه انا كلمتهم بس هم المبلغ اللي بتقول عليه ده مش مصدقين. طيب انا مش عارفه هم عايزين ايه، انا بدبر ال 30,000، هم محتاجين يعني بس ما يعلوش قوي يعني، شوف في حدود امكانياتي برضو حاجه اقدر استلفها من اللي حواليا. في حدود قد ايه؟ طيب يقول لي الله يخليك. هم كانوا بيقولوا مليون ونص فيهم دول مش غلبانين مساكين في العمارات، لو هم معاهم فلوس كانوا ما كانوش خلوا الواد معاهم. ده بالقسط والله، الشقه بالقسط. انا عارف والله، انا عارف والله، قلت لهم والله مش امكانياتي بيدفعوا المبالغ اللي انت بتقول عليها دي. ايوه. فهم قالوا قولوا لهم 100,000 جنيه وده المغرب يعني اخر ما يعني اخر حاجه المغرب. هيجيبوا الولاد ويجوا لكم. الله يبارك لك، بس انا عايزه بس المبلغ يعني نبقى قريبين من بعض. 100,000 جنيه مش هقدر، ما حدش هيديني المبالغ دي كلها. يعني حاجه والله عمال احاول. تتهيألي وحياه عيالي انا جبت معاهم الاخر، قالوا لي اخرنا 100,000 جنيه. طب وحياه عيالك يا اللي عشان انت حاسس بالضنا. الله يخليك. والله. انت فين يا عمر؟ انت فين بالظبط حبيبي؟ احنا في مزرعة كده. مزرعة الليل. بص. قول يا حبيبي. لا احنا عن النيل. لا حد يكلمها يا إلا. ليه؟ حد يكلمها انا بتكلمها انت. ايوه. عليكم السلام ورحمة الله. خلينا اكلمك عشان ما تقولش. شكرا قوي انت بتطمني عليه والله، بس انا يعني المبلغ برضو كبير علينا وحضرتك احنا اتفقنا نتفاوض شويه في الموضوع، يعني مش تخفضولي شويه، مش هنلحق نملك المبلغ قبل المغرب. انا وثيق، انا وثيق والله العظيم انا وثيق. ايوه يعني انا بشوفه من شفاف، مش شفاف اي حاجه يعني، لو هم كانوا قطعوا له رقبته. انا لا، والنبي الله يكرمك الله يكرمك. انا بقول لك اه انا وسيط، فانا قلت لك على اللي هم عايزينه بس ما عشان هم مش هيرضوا والله، انا جبت اخرهم وحياة ربنا. طب احنا بنلم المبلغ طيب، بس هو انا مش عارفه هنلحق قبل المغرب ولا لا. ان شاء الله نلحق. طب وحياة عيالك الله يخليك وتخلي بالك منه. حاضر. الو. هلا ماما. عمر انت عامل ايه؟ قاعد بتعمل ايه دلوقتي؟ قاعد عادي. بتعمل ايه؟ بتلعب ولا قاعد بتعمل ايه؟ اتصورت مع الحمار. اتصورت مع الحمار؟ طب وانتوا قاعدين في العربية؟ لا بره. قاعدين بره العربية؟ على النيل. تضحك عليا يا مورو؟ لا نيل. بحر يا حمار. لا نيل. النيل ولا البحر؟ لا النيل. تعرفك ان هو النيل؟ ايوه هو نيل. ليه بتقول عليه نيل؟ اشمعنى؟ جنبه ايه؟ عشان هو نيل. مش عرفك جنبه ايه؟ ايوه ماما في مراكب بقى وسمك والنيل بقى وكده. انا طبعا قلبي يعني بيتقطع على الاب والام اللي بيتذللوا للخاطف وعماله تقول ربنا يبارك لك ربنا يخليك. ما اه طبعا يعني الحاجه الثانيه، حمارة ايه اللي انت متصور معاها يا عمر؟ حمارة ايه اللي انت متصور معاها يا عمر؟ صوروني جنبه. هو عمر طمنهم جدا معاه وصاحبهم لدرجة ان هم يعني كانوا في الاخر خلاص عايزين رقم تليفونه عشان بعد كده يبقوا يكلموه على التليفون. والله يعني هو عمر ادهشني بكل المقاييس. انت اتعاملت كانك في رحله يا عمر. انت كانك يعني انت اتعاملت مع الموقف انك في رحله وبتستمتع وكل حاجه. طب ولما جعت قلت لهم ايه؟ قلت لهم انا جعان. عادي يعني خالص. قالوا لي هنجيب لك اكل وشرب، بس انا ما اكلتش بقى، انا شربت بس. يا حبيبي. شربت بس. يا حبيبي. اكلت اكل كده، جالي مغص رجعت. او طبعا يعني مهما كنت بتتصرف كويس الا ان انت طبعا اعصابك متوتره.
البوليس فين بقى في المنطقة دي؟ الشرطة بعد المكالمة اللي أنا قلت لحضرتك عليها دي كانت وصلت، والحقيقة الحمد لله إن هم من الذكاء إن هم ما جوش بعربيات شرطة ويعني ولابسين ميري والكلام ده كله، هم جم بعربيات ملاكي عادية ولابسين لبس ملاكي عادي جدا، ويعني بصوا على المكان وقالوا لي طب عايزين نطلع نقعد مع بعض شوية فوق. طلعنا قعدت معاهم، قعدوا طبعا ياخدوا معلومات منا لان هم في البدايه بيجمعوا معلومات، هم مش عارفين هو اتخطف ليه، هل في مشكله بيني وبين حد عشان كده جه خطف ابني، هل حد عارف مثلا ان انا ممكن يكون عندي فلوس فعامل ده وهو متاكد على حاجه زي كده. وحاولوا طبعا مع امن المدينه بحيث ان هم يتم عمليه البحث في المدينه كويس جدا، اللي كان فيه في يعني شكوك في المرحلة الأولى إن هم ممكن يكون لسه ما خرجوش من المدينة، وبالتالي ممكن إن احنا نقدر نقبض عليهم. يعني مكان زي اللي انتوا فيه أي تاكسي بيجي بياخدوا رقم، ومش المفروض في إجراءات كده ولا؟ هم ما دخلوش من البوابات الرئيسية بتاعت المدينة. يعني البوابات الرئيسية الأمن في المدينة عندنا هو المتحكم فيها، لكن هم دخلوا من بوابة خلفية خاصة بشركة الإنشاءات اللي بتبني ورا، حتى لو اللي هي خاصة مسؤوليتهم. المفروض دخلوا بسهولة لأنه معروفين على البوابات ان دول عمال على البوابه الفرعيه دي، ان هم عمال جوه المدينه فدخلوا عادي، وبالتالي التاكسي ما اتاخدش رخصته. كانش معاه رخصه يعني هو اللي سايق، وانت عرفت منين ما كانش معاه رخصه؟ معوش. الكمين بيقول له هات رخصتك، بيقول له انتوا وقفتوا في كمين وانت مخطوف؟ ما هو احنا بنمشي قالوا لي لو هدينا على كمين وانت اتكلمت هنجري بيك في الصحراء، كنتش بتكلم. وبعدين وفعلا كمين وقفكم؟ قال له فين رخصتك؟ فقال لي قال له انا نسيتها بس في البيت، فقال له هات لي غرامه، فاداله غرامه وخلاص مشي. طب هو ساعتها كان ماسكك ازاي او بيهددك بايه؟ لا بيقول لي انزل شويه عشان ما يشوفنيش قوي يعني. هي بس مش دي كانت برضو ممكن تبقى فرصه انك لو في كمين تبين ان انت مخطوف؟ ماما لو انا بينت في واحد ورايا دايما باصص عليا، فلو عملت اي حركه هيقول له اجري. كان معاهم اسلحه جوه العربيه؟ كانوا كلها سكاكين ومطاوي ولا سلاح؟ لا كان معاهم آلي، سلاح آلي. الحقيقه في اليوم ده عند غايه الفجر تقريبا السكان عندنا في مدينتي بيحاولوا ان هم يفكروا في اي طريقه يطلعوا يدوروا عليه، امن مدينتي بيحاول في اي معلومه تيجي ان هو يتحرك جوه المدينه يشوف حد شاكك فيه، حد مشتبه فيه. المباحث طبعا خدت ارقام التليفونات وابتدت انها تتحرك. التحرك الحقيقي كان تاني يوم الصبح بقى، ما جم بقى المباحث، جه سياده اللواء محمد توفيق مدير المباحث الجنائيه بنفسه، يعني جت مجموعه الحقيقه يعني محترفه، وطلبوا في الاول ان هم يقعدوا عندي، فقلت لهم لا لان انا شاكك ان المكان عندي متراقب، لان هو يعني قال لي لو عملت شوشره او اتصلت بالبوليس مش هتشوف ابنك تاني. فطبعا ده كان مخوفني ان هو متابعني، ممكن يكون في اي حد ليه عينين داخل المدينه بتبلغه انا بعمل ايه. وبالتالي اتقابلنا بره ورحنا في مكان ما في مدينتي، عملنا الاجتماع بتاعنا، وبقى دي بالنسبه لنا اوضه العمليات اللي احنا بنتحرك منها، واللي احنا ابتدينا رصد التليفونات، وطبعا حطوا التليفون بتاع علياء تحت المراقبه، وابتدت توجيهات من الشرطه نتفاوض ازاي، ايه اللي نقوله ايه اللي ما نقولوش، ايه النبره اللي نتكلم يعني بيها. يعني البوليس ساعدكم في التفاوض مش سابكم منكم لنفسكم؟ لا 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 الحقيقه من اللحظه دي كل حاجه تحت اشراف الشرطه، كل كلمه بنقولها هم متابعينها وبيقولوا ايه اللي نقوله ايه اللي ما نقولوش، نحاول شويه نكون. طب عايز اسالكم سؤال، اكتر حاجه خلتكم متماسكين هي طبيعتكم الشخصيه وعقلكم، ولا لما سمعتوا عمر وحسيتوا ان هو كويس؟ هو طبعا عمر خلى فيه عامل معانا ان احنا هاديين، حاسين ان هو كويس مطمئن بيتكلم معايا عادي. في الاول كنت مستغربه ان هو ايه الهدوء ده، اي طفل هيبقى في موقفه هيعيط هيصرخ هينهار هيعيط في التليفون لما يسمع صوتي. لا ما كانش كده خالص، فده هداني شويه، عرفت ان هو يعني قادر يتماسك في الموقف، وبالتالي هيبقى مفيش اي حاجه وحشه يعني هتحصل له منه. طب خلينا نسمع شوط تاني من التفاوض
ما بين الخاطفين وبابا وماما عمر. ايوه السلام عليكم. والله احنا بص احلف يعني بص والله العظيم والله اقسم بالله العظيم احنا انا بعت شبكتي وبابا استلف كل اللي يقدر عليه من كل الناس، ما جمعناش غير 60,000 وهم دول اللي قادرين نجمعهم والله العظيم ما في غيرهم. وبعنا كل حاجه، بعنا اللي قدرت ابيعه واستلفنا من اللي قدرنا نستلف منه، ما فيش غير 60,000 دول. ومش قادرين نجيب غيرهم خلاص. طب هشوفهم وهرجعك ليه؟ طيب الله يخليك قول لهم ان فعلا فعلا انا مش قادره اعمل اكتر من كده، ابوه لف على طوب الارض. انت جاهز يا ابو عمر؟ انا دلوقتي اللي قدرت المه بعد اللي جابوه اخويا وجده وقرايبنا ومن هنا ومن هنا والحاجات اللي قدرت المها وبعتها وجايب كل الصغيرين اللي معايا حطيتهم على بعض كلهم دلوقتي 60,000. طب انت جاهز 60,000؟ 60,000 جاهزين. طب اطلع بعربتك يا ابو عمر. طيب بديني ساعه بس عشان يعني في حد بس جاي لي مبلغ دلوقتي عشان اكملهم لك بالظبط 60,000 عشان يبقوا مقفولين. بدل ما بالله عليك بالله عليك ما تاخرش عن ساعه. لا هي بس اديني ساعه ان في حد جايب لي بس مبلغ يعني اكمل بيه ال 60 عشان اقفلهم لك ال 60 مظبوط عشان برضه ما ابقاش انا يعني انا عايز ابقى كلمتي واحده معاك. عشان بالله عليك يا ابو عمر نعم بالله عليك ما تاخرش عشان انا مسفرهم بالعافيه وحضرتك. لا انا فعلا مسفرهم بالعافيه. اديني ساعه بس ويعني ارجوك يعني انا عايز ابني النهارده لان احنا مش قادرين نستنى عليه يعني انا ابني خلاص تعبت مش قادر يعني. يا ابو عمر ارجوك جهزهم ورن عليا وانا هجيب لك حاجه. هقول لك تعالى في المكان الفلاني. هجيبهم وترجع بالضبط 2 كيلو لورا. هجيب لك الواد مكان الشمس. لا طب لا انا عايز تديني ابني واخده وامشي. لا ما تسيبنيش. هديهولك. لا 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 ما تاخدش الفلوس وبعد كده ما الاقيش ابني. يا ابن الحلال يا ابن الحلال الواد معايا يا عمر. لا 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 يا ابن الحلال لا انا خطيب والله يا خطيب. حصل فيها كده ارجوك ابوس ايدك. في ناس حصل فيها كده دفعت الفلوس وابنها ما رجعش ورجعوا تاني قعدوا وقالوا لهم الفلوس مش مكفيه حرام عليك. يا ابن الحلال انا شيخ عرب وبقول لك هديك ابنك. انا وصيت والله هجيب لك ابنك والله ابنك معايا يا سيدي. عشان خاطري ارجوك انا هدي انا بص يعني مش هناخد ثواني هديك فلوسك واديني ابني امشي. مش عايز حاجه ولا عايز حتى يا سيدي ولا عايز اجهز ورن عليا ابو عمر بالله عليك ما تاخر. طيب انا جاهز حاضر هكلمك على طول. شكرا. يعني المكالمه دي كان فيها حاجتين مهمين جدا. ان الشرطه اكدت عليا انه ابني سلم واستلم. ما فيش حاجة اسمها ان انا اسيب لك الفلوس في حتة واخد ابني من مكان تاني. الحاجة دي قالوا لي يعني هما المباحث اللي نبهوك لده كانوا واقفين جنبي في المكالمة وقالوا لي لازم تقفل المكالمة وانت متفق معاه انك انت هتسلم الفلوس وهتاخد ابنك. علشان يعني ما يبقاش في ابتزاز مرة تانية يعني ياخد فلوس وبعد كده يطلب تاني. ممكن ياخد الولد ويجري وبعد كده انا يطلب تاني. بالظبط. او ممكن ياخدوه لان هو اتعرف عليهم ممكن يقتلوه. ده وارد لانه هو عارفهم وقعد معاهم 18 ساعه عارفهم بعد الشر. فبالتالي ده كان احتمال وارد محطوط في الحسابات يعني. الحاجه الثانيه انه الشرطه كانت بتجهز نفسها في اللحظه دي ويمكن قالوا لي خلاص اوكي طالما هو يعني واضح ان هو مستعجل وهو عايز يخلص بسرعه. فحتى قالوا لي بس يعني اذا كان كده اوكي خلاص نتحرك ونقدر ان احنا نطلع معاك. طيب اخر مكالمه حصلت ما بين الخاطفين واستاذ محمد ومدام علياء اللي بعدها حصلت عمليه التسليم والتسلم. كانت تحت اشراف المباحث. قاعدين قدامهم اصلا. انا بتكلم هم قدامي. طيب هتحكوا لي الاول نظري ازاي شفت عمر؟ وبعد كده عملي هنعرض لحضراتكم المشهد الحقيقي ريل تي في. بابا عمر صور لحظة ما عمر حضن مامته بعد ما خرج من العربية أو بعد ما أنقذ من الخاطفين. احكولي بقى كده اللحظة اللي عمر فيها شفتوه وسليم ورجع لحضنكم. اللحظة دي بصراحة لا توصف بجد يعني. أنا
انا كنت حاسه في ال 18 ساعه انا ميته، انا من غير روح يعني، قاعده بس ربنا مقدرني ان انا اتكلم معاهم عشان خاطر ابني يرجع. ففعلا كنت ميته يعني. انا لما شفت عمر قدامي جاي كده بيجري قدامي، والله انا حاسه قلبي طالع قدامي بيجري كده وعايزه امسكه احضنه، مش قادره، مش قادره امشي على رجلي يعني. انا حتى لو هتلاحظي انا مش قادره امشي لغايه عنده، فعماله اشاور له تعالى، انا نفسي امسكه احضنه. هي دي اللحظه فعلا اللي انا كنت بحلم بيها من امبارح بقى، انا قاعده على اعصابي طول الليل مستنيه اللحظه دي ان انا امسكه بايديا. دي كانت اصعب لحظه دي فعلا. حضرتك يا استاذ محمد، انا الحقيقه اللحظه اللي شفت فيها عمر كانت مختلفه، لانها كانت فيها احداث وفيها اكشن. فيعني انا طبعا خدت محمود اخويا معايا، طلبت منهم كده لازم اخد اخويا معايا، فقالوا لي لو رفضوا طبعا، لكن اصريت، فقال لي اخوك بس مش حد تاني، قلت له ما فيش حد تاني، ولو لقيت حد خلاص ما تقفش. وتحركنا ورايا طبعا عربيه الشرطه اللي هم متخافين، فعربيه ملاكي عاديه جدا، ما فيش اي حاجه تلفت الانتباه ان في شرطه او حاجه، وكان في تتبع وكل حاجه، وسابوني طبعا بعدوا عني تماما عشان برضو ما يبانش ان في عربيه معايا ولا اي حاجه. وقابلتهم على الطريق الدائري الاقليمي الجديد ده، طبعا طريق فاضي خالص، مفيش عربيات نادرا ما بتعدي من هناك. نزلنا عدينا الناحيه الثانيه، طبعا لقيتهم واقفين بالتاكس. نزل الولد اللي هو اتقتل ماسك عمر وخانقه طبعا كده، هو ماسكه يعني طفل زي ده ماسكه لافف ايديه حواليه كده هو بالمنظر ده، وطبعا واقف في ظهره في العربيه. انا ما قدرتش اعدي الناحيه الثانيه لانه خفت على عمر، خفت على عمر، وانا عارف ان ممكن انا مش هقدر امسك نفسي يعني. انا لو حصلتهم مش هسيبهم، مستحيل يعني. انا دول خطفوا ابني ويعني قعدوني في العذاب ده كله، فمستحيل ان انا هبقى بيني وبينه خطوه وهسيبه. فالحقيقه خليت اخويا هو اللي عدى، خد الفلوس وعدى له لغايه عنده واداله الشنطه، وراح مسك على طول ايد عمر ابني، وراح هو بقى لما خد الشنطه وطمن ان هو مسكها. ده كان معاه سلاح، ده كان معاه سلاح بس كان حاطه بقى في اللحظه دي يعني مداريه علشان ما يبانش. كان حاطه في اخر الكنبه من العربيه يعني، بس قريب منه بحيث ان هو لو حصل اي حاجه مننا يقدر يمد ايده ويجيب سلاح على طول. على طول مسك ايد عمر، وراح هو بقى خلاص ابتدى يشيل ايده من على عمر خلاص ويبعد، طالما مسك الفلوس وراح راكبيه في العربيه وطلعوا على طول. فعلى طول عدالي عمر ومحمود اخويا. انا بقى تركيزي في اللحظه دي لان انا كنت مع المباحث فاتحين اللاين تليفوناتنا مع بعض، تركيزي في مصافات العربيه، في الراجل، في الناس، في كل التفاصيل حتى ولو كانت صغيره، لاني خلاص في اللحظه دي لقيت روحي خلاص رجعت وابني خلاص قدامي وهم بيمشوا، ففي حاله اطمئنان، لكن انا مش عايز اسيبهم يعني. اللحظه حتى لغايه اخر لحظه وانا سايب المباحث في الاوضه واحنا خارجين مع بعض قلت لهم ارجوكم انا ابني رقم واحد عندي ان هو يرجع بالسلامه، لكن اتوسل اليكم ما تسيبهمش. الناس دي في يعني لو انا سبتهم هيخطفوا ابني، هيخطفوا ناس تانية وناس هتتعذب زينا كده، فحرام. قالوا لي لا ما تقلقش احنا ان شاء الله هنجيبهم. فعلى طول عدى لي عمر وركب العربيه. كل اللي انا مركز فيه فعلا ان الناس دي لازم يتقبض عليها في اقرب وقت ممكن يعني. شوفي ابني لا حضنته ولا مسكته ولا اي حاجه، انا تركيزي كله معاهم هم. كلمت العميد محسن الحلفاوي وقلت له يا فندم ابني خلاص انا خدته. قال لي ابنك خدته خلاص في حضنك دلوقتي؟ قلت له قال لي في عربيتك ومعاك. قلت له قال لي طب خلاص يا فندم اديني مواصفات العربيه بتاعته. قلت له بقى مواصفات التاكس كذا 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 وهم كذا واحد وتاكس ابيض مركز يعني. انت كذا. ما كنتش في اللحظه دي مركز في المشاعر، انت مركز لا. ان انت تاخد مواصفات العربيه عشان تديها لضابط المباحث عشان دول مش هيفلتوا يعني، مش هيفلتوا بالظبط. انا يعني انت ساعتها كان عقلك اللي بيتحرك مش عواطفك خالص. خالص انا من بدايه اللحظه الاولى انا حطيت عواطفي كلها في درج قفلت عليها، وبقيت بشتغل بعقلي عشان اقدر ارجع ابني. لو كنتش عملت كده ابني ما كانش رجع. صحيح صحيح. فلغايه اخر لحظه حتى بعد ابني ما رجع انا برضو لسه مركز انه لازم ما افقدش تركيزي، ما افقدش مشاعري تسيطر عليا واهمل كل التفاصيل. حصل مطارده ما بين البوليس وما بين الخاطفين بالظبط.
احنا مشينا من هنا وهم طبعا كانوا عاملين لهم كمين قدام وكانوا عارفين هم جايين منين ومنتظرينهم وعلى طول اشتبكوا معاهم. حصل اشتباك بالسلاح. بالسلاح والولد اللي مات ضرب نار طبعا على الشرطه، ابتدت الشرطه تضرب عليهم. هم المتهمين اثنين عمال وواحد مسجل خطر. مسجل خطر ده مزارع كان عامل اللي برضو في الجاردن حوالينا، كان متابع عمر يعني، كان واخد باله منه بقاله يومين، اللي هو الجناين يعني كرز له ده اللي معاه سلاح وده اللي مسجل خطر وده اللي ضرب رصاص على البوليس. البوليس رد رصاص بالظبط. اتقتل في المطارده دي، ده اللي اتقتل وتم القاء القبض على الاثنين المتهمين الاخرين. بالظبط. انا مش عارفه حضرتك عواطفك حطيتها في انهي درج في الدنيا، بس ده هو بابا عمر بعد ما خلص الموضوع وادى المواصفات واطمن ان في مطارده وبيوصل الاولاد، ده هو كمان بيصور بقى اللحظه ريل تي في، لحظه مع عمر شاف جده، وانا مستغربه جدا ان جده كان معاكو. هو جه بعديها يعني احنا اتصلنا بيه وقلنا لهم خلاص فحصلوكوا. فجم جري الاول لحظه ما قابل جده وبعد كده ساعه ما شاف ماما. جايين يسلموا الواد. ايه؟ كده؟ طبعا. يا ابني عملت فينا كده ليه؟ لا 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 مش هتفرق معايا حاجه طبعا. خبطوه؟ لا صعيدة. معلش لا صعيدة. والله العظيم يلا الحمد لله. يلا دي اسمي. طب يلا مش مشكلة. يا رب يخليك لي على سلامتك. ربنا يخليك يا شباب. مش دوافع وخليك. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله يا رب. هو بيعيط لما شافك بس، وما كانش بيعيط. تعالي يا مدام بقى كده اتكلمي. يلا الراجل الكبير بتاعنا ده يا حبيبي، الحمد لله على سلامتك. انا بقول كلنا نعيط. يا عمر خلاص موقف انتهى، ومدام علياء طبعا انا يعني مقدره الموقف. انت قلتي رجليك ما كانتش شايلاكي. والله ما كانتش شايلاني، هو حتى بقيت عماله اشاور له عشان يجري، فعشان كده بيجري عليا انا مش قادره اروح له. وانت اول بقى ما شفت ماما حسيت بايه؟ احكي لي. ما تتكسفش قول. كنت فرحان قوي اللي انا رجعت، ده الموقف اللي انا قابلته. كنت فرحان اللي انا رجعت، عديت الموقف يعني الوحش واليوم الايام اللي يعني كانت مش حلوه. سيبيه ده كريم فرحان بيه. معلش كانت ازمه يعني مش حلوه خالص يعني، انا عديتها بسهوله كده، عديتها بصعوبه شويه يعني. لا طبعا هي ازمه صعبه جدا، بس عايزه اقول لك انت تعاملت مع الازمه دي بذكاء، وفي حاجه اسمها فطنه يعني، ان انت يبقى عندك سرعه كده في التصرف. مش كل الاولاد يقدروا يتصرفوا زيك كده يا عمر. انا عايزه اقول لحضرتك ان هو كان بيوعظهم يعني، بيعلمهم ازاي المفروض ان هم يبقوا على ايه، يقول لهم انتوا المفروض تغيروا من جواكم، انتوا المفروض تبقوا احسن، لو اشتغلتم احسن ما تخطفوا اطفال ده يبقى افضل، ولازم تصلوا ولازم ما تشتموش، لان سمعهم بيشتموا الفاظ وحشه. فقال لهم المفروض ان انتوا ما تشتموش الالفاظ دي، فبقوا في الاخر خالص بقوا يتبعوا التعليمات. اهتدوا الى الطريق الصواب. لا ما بقوش يشتموا بقى. لا قولي، ولما كنت بتقول لهم كده كانوا بيقولوا لك ايه يا عمر؟ ما كانش بيقولوا لي حاجه، كانوا بيسكتوا وخلاص يعني، كانوا بيسكتوا ويبصوا لي كده ويسكتوا، يقعدوا يضحكوا. لو شفت حد فيهم دلوقتي يا عمر هتقول له ايه؟ تقول له حاجه؟ لا يعني لو واحد واقف قدامك دلوقتي والبوليس ماسكه
هتقولوا ايه؟ حمار. ايه؟ حمار. هتشتموا. الحقيقه انا اولا بقول لكم ان انتم فعلا مريتوا بتجربه صعبه جدا. الحمد لله ان هي عدت على خير. الحمد لله ان عمر في حضنكم. يا رب ما يحرم اي حد من ابنه ولا يعرضه للموقف ده. بس انتوا بجد نموذج للتصرف السليم وللتماسك. انا عارفه ان انتوا من جوه منهارين بس قدرتوا تتصرفوا التصرف الصح. ربنا يخلي لكم اولادكم عمر وكريم وييسر دنيتكم وما يخليكوش في اي موقف صعب جدا. وبرده لازم اشكر ضباط المباحث اكيد لانه كمان هم كان ممكن يتعاملوا بشكل سيء مع الموقف ده. هم كمان كانوا واضح ان هم مساندين وامنيا تعاملوا بشكل صحيح. تمام والله. يعني هم كانوا بامانه انا شفتهم كانوا بيضحوا بحياتهم عشان خاطر ابني يرجع. يعني كل واحد فيهم عنده أسرة وعنده بيت وعنده أولاد. كان ممكن واحد فيهم بعد شر عليهم ربنا يحميهم كان ممكن ياخد طلقة وولاده يتيتموا عشان خاطر ابني أنا يرجع. فأنا مدين بحياتي ليهم. صحيح. هنتساند ونتماسك لحد ما بلدنا تنضبط ويبقى حادثة زي كده تبقى استثناء ما تبقاش حاجة شائعة وكل واحد يتعرض للموقف السخيف ده. ما قلتليش بقى في وسط التماسك ده امتى ايه اللحظة اللي انت انهارت فيها او عيطت فيها؟ يعني اللحظة اللي بعد ده كله خلاص معدى وجت بقى علياء وخدت عمر وحضنته وعيطت. فحسيت ان هي دي اللحظة اللي انا خلاص وصلت بأسرتي لبر الامان. دي اللحظة اللي انا كنت واخد المركب في موج عالي كبير قوي وعمال بدور على الشط اللي خلاص هرسى عليه. فاللحظه دي لما خلاص علياء جت وخدت عمر في حضنها ودي خلاص انا كده. والجد والجده برضو متماسكين برضو ولا لا؟ هم طبعا يعني الله يكون في عونهم. الخاله هنا صح. حضرتك اخت مدام علياء انت كنت بتعيطي اكتر ولا علياء؟ انا كنت بحاول اكون متماسكه. يعني هي كانت في موقف محتاجه حد يشد من ازرها يعني. ايوه بس واضح ان انت الخاله الصغيره لعمر. قد ايه كنت خايفه عليه؟ انا كنت خايفه عليه زي مامته بالظبط. يعني انا كنت حتى يعني اول ما حضنته انا اول واحده بعد بابا حضنته على طول كنت بحضنه بعيط وعماله اقول له ابني. يعني انا بقول له ابني انا مش متجوزه ولا حاجه بس عماله اقول له ابني وعماله احضنه بعيط. هو حتى عمال يقول لي يا خالته انا خلاص انا كويس. فهو كان متماسك اكتر مني. هو ما عيطش غير في حضن مامته. ربنا يخلي لكم ولادكم واسرتكم والجد الجميل اللي احنا شفناه والجده وما حدش يتعرض للموقف ده ابدا. يعني هقول فطنه الطفل وتماسك اسره واداء رفيع من المباحث هم اللي حطوا نهايه سعيده للقصه المؤلمه دي. شكرا جزيلا. البراعم بتشتري أسهم في بلدها. لو كنت أمير من أمراء الحواديت كنت أدي لكل الأطفال الحلوين ألعاب. أنا بيا أوي أنا كنت بحكي. أنت هتشتري الشهادة بكام يا مية؟ قطر بغضبان، فرشة ألوان، مية أو زيت. كلامك حلو يا عم سامي. الطابور مش بالضرورة يكون طابور جمعية أو طابور عيش أو طابور تقديم على وظيفة. الطابور ممكن يبقى حلم لما اللي واقفين فيه يبقى ظهرهم في ظهر بعض عندهم هدف واحد
حضرنا طابور في مدرسة، مش عشان نقول إذاعة مدرسية، إنما عشان نكون طابور ندي فيه مش ناخد منه. طابور البراعم بتشتري أسهم في بلدها، البراعم بتأكد ملكيتها في مشاريعها القومية، البراعم بتحول الدروس اللي بتسمعها وبتقراها لحقيقة عملية. بعد تجاوز أو حل العقبات القانونية، وبعد فض أي عقبات إدارية، إحنا عملنا شيء كنا بنحلم بيه. كل الناس بتتكلم على مشروع قناة السويس، وكل الناس عايزة تشارك، اللي بقرش واللي بقرشين واللي بألف واللي بألفين، كل حسب مقدرته. ودي رسالة معنوية ومالية مهمة جدا. إنما لما أولادنا في المدارس من حضانة لحد ثانوي هم اللي يمولوا المشروع ده، دي حاجة تانية خالص، دي حاجة فيها غرس المعاني ومبادئ مش ممكن تتكرر إلا في حالات نادرة. الطبيعي إنه الناس الأطفال ياخدوا أهليهم أو أهليهم ياخدوهم ويودوهم البنك ويشتروهم شهادات استثمار، ده النسق الطبيعي. أي حد فينا عايز يشتري شهادات استثمار بيعمل كده، أخد ابنه أو ياخد ابنه أو بنته ويروح البنك. إحنا عملنا العكس، إحنا جبنا البنك المدرسة ومن غير ولي الأمر، البنك انتقل إلى طابور المدرسة عشان يبقى طابور حلم وانتماء، وولادنا وهم شايلين شنطة المدرسة ومسكين القلم والكراسة يبقى في إيدهم شهادة استثمار في قناة السويس الجديدة. المصريين دول شعب عجيب، وقفوا في طوابير البنك بالملايين عشان يدفعوا مليارات لمشروع قناة السويس. حوالي 64 مليار جنيه اتجمعوا في أسبوع واحد. قبل غلق باب شراء الشهادات فكرنا ليه ما يكونش لأطفالنا دور ولو رمزي في المشروع ده. طرحنا الفكرة على بنك مصر، رحبوا جداً بالفكرة دي لنفس الأسباب، مش المهم المبلغ اللي هيتجمع، المهم الرسالة والذكرى عند الأطفال. المدارس الحكومية ما كانتش لسه فتحت أبواب، إنما تلاميذ المدارس الخاصة كانوا بدأوا الدراسة. مش مهم، المهم إنهم أطفال مصريين كفوفهم الصغيرة وعينيهم المنورة هيكون لها نصيب في المشروع. مع المدرسة تمت الترتيبات، هنعمل بنك جوه المدرسة، خدمة عملاء، شباك، خزنة، وأوراق قانونية. الطفل يدفع المبلغ أيا كان ويكون معاه صورة من شهادة الميلاد. بنك مصر فورا يصدر له شهادة الاستثمار. هذا بكام يا مايا؟ مايا شريف ماهر.
مين اللي ادالك الفلوس؟ ماما. هي قالت لي كانت فرحانه بيا قوي وانا كنت بحكي لها. والله يعني مامتك انبسطت لما قلت لها انك في سكول في المدرسه هتشتري شهاده قناه السويس؟ طفل ورا التاني، مبلغ ورا التاني، شهادة ورا التانية، ابتسامات وضحك وسط الأوراق الرسمية. أياً كان المبلغ اللي اتجمع اللي عدوه مندوبين البنك، فهو جزء من الـ 64 مليار جنيه اللي راحوا البنك المركزي. المبلغ بالظبط كان 41,970 جنيه. الأهم من المبلغ طبعاً هي الشهادات اللي كانت في إيد الولاد، شهادة زرقاء في مشروع قناة السويس الجديد في إيد كل واحد فيهم، هيحتفظ بيها طول عمره، ذكرى ومعنى. أنا فضلت اسمي الشاعر الشاب لغاية ما قربت من الخمسين. الشاعر الشاب الكبير. أربع صبيان وأربع بنات. أنت الوحيد اللي كنت تكتب شعر. قال لي أنت شاعر بالسليقة يا شيخ سيد. عايزين نرد الجميل لطه حسين. أنا سعيد وفخور جدا بكل الممثلين اللي غنوا كلامي. سلم لنا بقى الطرباية. هذه بتاعتك. للأسف. فاكر ان هو بيألف قصايد لازم يعرف ان هو شخصيا قصيدة اتكتبت على ضفاف بحيرة ونهر. أبياته فيها قوة وحنية، تحس ان كلامها بيزعق لك ويطبطب عليك ويوشوشك، بس بيفوقك ويمكن يضربك 100 ألم. هي دي كلماته، سهلة وبسيطة وبالعامية، زي الكلام اللي بنقوله كل يوم من صباح الخير لحد تصبح على خير، بس موزون، موزون بالقافية وموزون بالحكمة. مش هستفيد في الحديث عنه لأنه كتير من اللي بنتفرج عليه وبندندنه وبنغنيه وبنحفظه هو من تأليف بنات أفكاره وتجربة حياته. هو من كتب ديباجة الدستور واضعا فيه كل الحب والخبرة والمعرفة بالبلد دي، بس في صيغة حروف وكلمات في مستهل دستورنا العظيم. الشاعر وعمنا كلنا، عم سيد حجاب. الناس قد ما بتملى الواحد بالثقة قد ما بتملاها برضو بالقلق. أيوة بس أنت متعود على الجمهور في الندوات الشعرية، متعود على الجمهور في المظاهرات، متعود على الزحمة في الإنترنت، يعني أنت طول عمرك وسط الناس. هو قلق المحبة مش قلق الرعب ولا الخوف يعني. منور الدنيا يا عم سيد. الله يخليك، الدنيا منورة بناسها المتنورين والمنورين. يعني املنا في هذا الوطن فعلا ان احنا نتقابل دايما، يعني بمساء الخير والحق والجمال، ونتقابل دايما في هذا الوطن الجميل اللي بنحلم دايما يبقى منور بناسه المتنورين، وحقاني يعدل بين ناسه اللي يستحقوا العدل. كلامك حلو يا عم سيد، ومصر أحلى بكتير قوي. سيد حجاب،
أنا بقول اسم علم لا يحتاج إلى أي ألقاب. سيد حجاب بقيت بتزعل لما كل الناس دلوقتي تقول لك عم سيد؟ دي حاجة تحسسك إنك تحسسك بالسن ولا تحسسك بالمحبة؟ يعني يعني فكرة إن العمر أو المنصب يرتب للإنسان أي قدر من الوجاهة والاحترام مسألة أنا برفضها. عشان كده هذا اللفظ كلمة عم بشوفها أحلى بكتير أو من الشاعر الكبير وكبير مش عارف إيه وسيد مش عارف إيه والكلام ده. يعني كلمة فيها حميمية أكتر وفيها دوبان في الناس ومع الناس. بس ما بتحسش إن أنت أول امبارح أو من كام سنة كنت في سن اللي بيقولوا لك دلوقتي يا عم سيد؟ ما هو الشيء المضحك جدا نتيجة الاحتراميات الاجتماعية أنا فضلت اسمي الشاعر الشاب لغاية ما قربت من 50. لا يا راجل. وبعديها فجأة نطيت بقيت الشاعر الكبير، كأن كلمة الشاعر لوحدها ما هي شرف كافي. فبالتالي الواحد ما بيحبش قوي المبالغة في المجاملات المبنية على إن الواحد أكبر في السن أو أقل من السن. حضرتك عارفة إن ياما ناس كتير قوي في أعلى المناصب وسلوكهم وفكرهم في أوطى الدرجات، يعني الأول ناس كتير قوي كبار في السن لكن عقلهم قد الترترة. صح. فالمسألة يعني قيمة البني آدم الحقيقية في عقله وفعله. طيب يفضل يقول لك الشاب الشعر الشاب لحد 40 سنة وبعد كده بقيت الشعر الكبير. بعد 40 بشوية بقيت الشعر الكبير بعدها. سهل أقول إيه الشاعر الشاب الكبير عم سيد يعني سيد حجاب ختم ودمغة لأعمال غزت قلوبنا أجيال قبلنا وبعدنا، ومش عايزه اكبرك اكتر من كده. الحمد لله هذا يعطي لحياه البني ادم معنى. احساسك ايه يا عم سيد حجاب ان انت اللي كتبت الصياغه النهائيه لدستور مصر العظيم؟ طبعا شرف ما بعده شرف بدايه، وتتويج لمحبه عميقه وممتده لهذا الشعب وهذه الارض. وأظن أن كان من المهم جدا في إطار ما بعد ثورة 25 يناير وسرقتها واستعادتها في 30 يونيو، كان مهم جدا التأكيد على الهوية المصرية. يعني لأول مرة في تاريخ مصر منذ آلاف السنين يطرح علينا بعض الجفاة من البدو أو ذوي الفكر البدوي سؤال الهوية، كأن مصر بنت النهاردة مش بنت آلاف السنين اللي فاتت. فكان مهم جدا في الديباجة أن أؤكد على الهوية المصرية الممتدة لآلاف السنين. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، كان مهم جدا أن أؤكد على أهمية ما حدث في 25 يناير، لأن أنا رأيي الحقيقي أن هذه افتتاحية عصر الشعوب في على كل الأرض الإنسانية، وأول ثورة شعبية حقيقية في التاريخ، وثورة شديدة التميز في مسار ثورات الدنيا كلها. كل الثورات اللي قبل كده في القرن التسعتاشر والقرن العشرين كانت يا ثورة بتطمح إلى تحقيق الحريات على حساب العدل الاجتماعي، أو ثورة بتطمح إلى تحقيق العدل الاجتماعي على حساب الحريات. دلوقتي عم سيد حجاب حضرتك كنت أخ لعدد كبير من الإخوة والأخوات. تمام. صح كده؟ تمام. كنا تسعة في عين العدو. ما شاء الله ما شاء الله. كنت تسعة، حضرتك كنت متوسط في الإخوات. أنا كنت بالضبط في الوسط، أربع صبيان وأربع بنات وأربعة أكبر مني وأربعة أصغر مني. أنت الوحيد اللي كنت بتكتب شعر؟ لا، أظن أن البيئة نفسها كانت حاضنة. يعني الوالد كنت بسمع أنه شاعر لكن ما شفتلوش شعر للأمانة، لكن كان حافظا للشعر، وكان في البيت مكتبة كبيرة بمعايير ذلك الزمان فيها المؤلفات
الأمهات. طيب الأمهات الكتب دي كانت في بيتكو في قريتكو في المطرية ده قهلية المطرية مدينة صغيرة في البيت صغيرة. يعني مش مكتبة عامة مش لا 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 في البيت. وأظن يعني كنت أشارك يعني أول مكتبة خاصة أكونها أنا بشكل شخصي كنا بنساعد في مكتبات المدرسة وكانوا بيمنحونا نسبة 4% الهالك السنوي في أثناء الجرد بيبقى فيه اعتبار 4% هالك فكانوا بيدوها للي بيشاركوا في ترتيب المكتبة. على كل الأحوال فيما يتعلق بالشعر تعلمت الشعر في البيت من خلال الوالد وجلسات المطارحة الشعرية في البيت. لا لا أنا أعرف أنك تعلمت الشعر الأول الأوزان يعني الأوزان أنت شربتها من الوالد إذا كنت بتحفظ الأوزان إزاي؟ لا كان يجلسني أمامه على طريقة التعليم الأزهري القديم. يعني هو لما عرف أن أنا بكتب شعر فقال لي كلمتين مهمين جدا. قال لي أنت شاعر بالسليقة يا شيخ سيد باعتبار ما كنته آنذاك، ولكن عليك أن تفهم شيئين. أولا ربنا منحك هذه السليقة الشعرية لتحمده عليها، إن لازم أشكر ربنا على ده. أول مرة أعرف إن اللعب اللي أنا بلعبه ده له وظيفة إن نشكر ربنا عليه. ده نمرة واحد. نمرة اتنين أنه ينبغي صقل هذه السليقة الشعرية بالدرس. إزاي يا عم أحمد؟ فقال لي أنا هدي لك دروس في العروض، وابتدى يجلسني أمامه على طريقة الأزهريين يقطع ويشطر معي البحور الشعرية، كرة كرة ضربت ضربت بصوا بصوا لجة لجة فتلق فتلق قفها قفها رجل 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 فاعل 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 قعد يسئيني. ده أني بقى ده أني وزني بقى الحاجة ده اسمه المتدارك. المتدارك المتدارك اللي هو يعني إضافة من الأخفش زي ما بيقولوا. إيه؟ يعني بلاش نغرق في التفصيلات المملة. احنا اللي في المدرسة مفاعلة مفاعلة فعول، مش ده بحر بسيط او حاجة زي كده؟ حاجة كده مفاعلة مفاعلة اللي هو قفي يا أخت يوشع خبرينا أحاديث القرون الغابرين مفاعلة مفاعلة فعول وهم. طيب أي حد تقابله بالذات يعني في سن صغير إيه؟ أنا بكتب شعر، أنا بكتب شعر، يعني تحس إنه إيه ثلاث أرباع جمهورية مصر العربية بيكتبوا شعر. تمام. انما هو ممكن يكونوا بيكتبوا افكار حلوه، كلام موزون، سجعه، وكتير منهم مش مدركين انه كبار شعراء العاميه اللي زي حضرتك اللي هو يقولوا كلام كده شعر شكله بسيط، هم شاربين وهضمين البحور الشعريه بشكل يعني علمي ومؤسسي. هو لازم نفهم حاجتين، ان الابداع حاجتين، صنع وروح. صنعة وروح أو صنعة ورؤية. الصنعة ضرورية لكنها ليست الفن، يعني تخلق صنايع كويس. عشان كده كتير جدا من الشعر العربي الرديء اللي فات في تاريخ الشعر العربي الرديء ده ينتمي إلى عالم النظم لا إلى عالم الشعر. لدرجة إن هم كانوا بينظموا العلوم زمان، كلامنا لفظ سليم كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكلم، حاجة ما تنتميش للشعر لكن تنتمي للصنعة. فالصنعة مهمة جدا لكنها ليست الفن. لكن من أجل توصيل الرسالة العاطفية أو الروحية للمبدع عليه أن يتقن أدوات حرفته. الإتقان لوحده ما بيخلقش فن. اللي بيخلق الفن أن يكون وراء هذا روح إنساني بيبعت رسالة عاطفية لبشر زيه. طيب إحنا بعد الفاصل هنسأل عم سيد حجاب عن اليوم اللي الناس جت تعزي فيه وتعزي المرحوم والده في وفاة الفقيد سيد حجاب. لا تعزينا أنا شخصيا بقولك أنت. طب بعد الفاصل. استشهاد سيد حجاب في الدفاع عن منطقة طوباس. سرسبيش يا سنيننا من بين ايدينا، الجملة المعتادة كلهم أولاد. مين فيك يا مصر يكتب يقول التعبير ده؟ ومنين بيجي الرضا
من الإيمان للأرض. ندس في كثير من الأعمال الدرامية اللي عملناها أغنيات للأطفال. أنت كمان اللي كاتب يا صابونة يا صابونة. بصوا شوفوا حاجاتي إنما إيه في السر، شعر الكبير وكبير مش عارف إيه. مرة سألت الأستاذ أرنب اسمه الشاطر عمرو، وكمان كان فيه جده بشنبات. حصل عشان الناس تيجي تعزيك في وفاتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في بعد النكسة وبداية حركة المقاومة الفلسطينية، منظمة فتح أسست قوات العاصفة ذراعا مسلحا لمنظمة فتح، وأدركت أنا ومجموعة من الأصدقاء الوطنيين التقدميين آنذاك إن الحل للمسألة المصرية والفلسطينية والعربية بشكل عام هو المقاومة المسلحة. فالمهم حاولنا نلتحق بصفوف المقاومة الفلسطينية آنذاك، ما لقيناش سكة إلا بالنسبة لمازن أبو غزالة رحمه الله في سوريا، فاكتتبنا لنبعث به إلى سوريا من سوريا. يعني جمعت فلوس من بعض؟ جمعنا فلوس من بعضين علشان تسفروا، نسفروا لسوريا نائبا عنا جميعا، احنا مش قادرين بصفتنا مصريين. يعني بعد ما راح معسكرات العاصفة بعت لي يقول لي مع زملاء له يعني بيستأذني انه استخدم اسمي كاسم حركي له. هو مازن أبو غزالة. أبو غزالة بس عشان يدي لنفسه اسم كودي أو حركي، سمى نفسه سيد حجام. في نفس الوقت كنت أنا أكتب في مجلات سمير وميكي شارحا القضية الفلسطينية منتحلا توقيع مازن أبو غزالة. ده باتفاق يا أستاذ سيد؟ لا 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 كده يعني. يعني أنت انتحلت اسمه وهو انتحل اسمه دون ما اتفاق. وبعت لي طلب مني شعارات شعرية يلقون بها أثناء التدريبات والحاجات دي، وبعت له مجموعة شعارات شعرية للمعسكر. بعد فترة في يوم استشهاد جيفارا، خبر صغير كده في الجرائد المصرية، استشهاد سيد حجاب في الدفاع عن منطقة طوباس، معركة قامت بين المقاومة الفلسطينية وبين الإسرائيليين، واستشهد فيها مازن أبو غزالة، وذكر الخبر باسم سيد حجاب. فلقيت بعض الرفاق والزملاء من مراحل مختلفة من العمر جايين بيتي يعزوني، وكانت المفاجأة إن هم بيلاقوني في وشهم. تكملة الله يرحمك يا درش. دلوقتي يا عم سيد، انت كل انواع الابداع او معظمها شاركت فيها باجاده وحب. الحمد لله. يعني مسرح، دراما، اغاني، شعر، عملت كل ده، وغنى غنيت وما زلت بتغني لحد دلوقتي. يعني غنى مش احترافي يعني، بس انما وجودك في الدراما التلفزيونيه كاتبا وصانعا، مش بس للتترات انما كمان لهضم الدراما التلفزيونيه، ده علامه محدش يقدر يشيلها كده من التاريخ للدراما التلفزيونيه. يعني اللي عملتوه في مسلسل الايام ده كان علامه فارقه في الدراما. خلينا نشوف جزء من الايام وبعد كده نشوف سيد حجاب فكر ازاي في النص اللي قدامه وازاي يطوع فيها الاغاني للفكره والدراما. جالك سيناريو عادي زي كل السيناريوهات اللي خلقها ربنا؟ هو جاني السيناريو الحقيقه يعني في الموسم ده او رمضان او قبيل رمضان 78 جاني العملين، عمل مع محمد فاضل اللي هو بابا عبده، وعمل مع الاستاذ يحيى العالمي اللي كنا اشتغلنا مع بعض سواء ده او ده قبل كده اعمال لمنطق تاني. فيحيى العالمي الحقيقه قدم لي العمل على اساس ان
عايزين نرد الجميل لطعسي. فأنا قريت العمل، كان على العمل أسماء أربعة من الكبار، لكن حسيت إن العمل أقل من قدر عم طعسي. فالأول فكرت أعتذر ليحيى، فقال لي لك أن تعدل ما شئت في أن تعيد كتابته بالكامل. عملت التالي، إن أنا أضفت ما جملته ثلاث أربع حلقات، وحذفت ما جملته ثلاث أربع حلقات، جزء من المشاهد المحذوفة اكتفيت بدله بمشهد غنائي مركز، بمعنى الأيام كما كتبها طه حسين رواية مونولوج داخلي. تجربتك الممتدة مع عمار الشريع الله يرحمه متسعة وعريضة، ومفيش وقت نستفيد في الحديث عن قيمته وعلاقته بيك، إنما لكم كده سميه إيه؟ ركن اسمه أغاني الأطفال. الله. بص يا عم سيد، يمكن من أسرى وأبدع وأجمل وألطف أغاني الأطفال اللي اتكتبت في البلد دي من عشرات السنين هي الأغاني اللي انت عملتها مع عمار الشريف. الحمد لله. حين التقيت مع عمار اتفقنا على مجموعة من الأحلام، كنا نحس ان احنا الاثنين المؤهلين لتنفيذها والتحقيقها. بعض هذه الأحلام تأسيس مكتبة غنائية للطفل المصري لكل لحظات حياته، وغير الشرايط اللي احنا كتبناها والألبومات اللي احنا كتبناها، تلاقينا حاولنا ندس في كثير من الأعمال الدرامية اللي عملناها أغنيات للأطفال، زي كان في واد اسمه الشاطر عمرو، وكمان كان في جده بشنبات في معاد الأكل بأمر سي عمرو، جده يقعد يحكي حكايات. انت كمان اللي كاتب يا صابونة يا صابونة يا شقية. أيوة يا مجنون. أيوة أيوة. ها؟ بتقلي وتقلي؟ لما بقيت يملي، اللي هي بتاعت صفاء وسعود. قربوا هنا يا اصحابي وصفاء. هنا ومحلك سر، بصوا وشوفوا حاجاتي، انما ايه في السر؟ عندي صابونه شهيه مكره ولعبيه، لما بغسل وشي بتشعوط لعينيا، لما بغسل ايدي تتزفلط في ايديا، اه منك يا صابونه يا شهيه مجنونه، بتقلي وتقلي لما بقيت يملي، ويا ريتك ما تكشي إلا ما أغسلوش. حضرتك إيه أكتر أغنية أنت بتحبها من الأغاني اللي كتبتها للأطفال؟ لا ما يعني هقول لك الجملة المعتادة، كلهم أولادي. لا ما هو ممكن تكون غنيتها كتير لبنتك، ممكن تكون بتسمعها كتير. أنا غنوة أوبا مثلا بحبها جدا، غنوة يلا بينا يلا بينا، ومع ست شادية في غنوة جميلة اسمها مع بعضينا. جميلة. وغنوة تانية مع ست شادية برضو اسمها بكرة أجمل من النهاردة. يعني ده بعض الحاجات اللي أنا بحبها. مش عارفة إذا كانت دي حاجة بتبسطك ولا بتزعلك، إن تلاقي الناس حافظة أغاني وتترات حافظها جدا يعني وبتحبها جدا، وما تعرفش إن سيد حجاب هو اللي مألفها، أو يمكن حتى في أجيال ما تعرفش سيد حجاب. يعني لما حد مثلا يقعد يغني التتر مثلا، او اغني الشهد والدموع، او ليالي الحلميه، انت اللي كاتب ليالي الحلميه صح؟ يعني الناس مثلا ومنين بيجي الحنين، فكرني كده. ومنين بيجي الشجن من اختلاف الزمن، ومنين بيجي الهوى من ائتلاف الهوى، ومنين بيجي السواد من الطمع والعناد، ومنين بيجي الرضا من الايمان للقضاء. عم سيد حجاب والله ما هو تحيز، مين فيك يا مصر يكتب يقول التعبير ده؟ ما تسرسبيش يا سنيننا من بين ايدينا، ولا تنتهيش، ده احنا يا دوب ابتدينا الا سيد حجاب. زي ما قلت لك كان في مجموعه من المبدعين، مؤلفين ومخرجين وموسيقيين، مهمومين بان ينوروا الدنيا في وقت تراجع الدنيا. كل ده حصل لما ابتدى ينسحب الحلم. كان في مجموعة كده زي ما يكونوا الأزهار الأخيرة في حقل أو في بستان انسحب الربيع منه. ومشيل المصري. أيوه. ألحان عظيمة جدا. طب مرة تانية بقى لما أسألك كده، لما الناس تبقى عارفة أغنية بمزيكتها بكلامها ومش عارفة الكاتب ومش عارفة المؤلف ومش عارفة الملحن. المهم أن تصل الرسالة، والحمد لله أن هذه الرسائل قد وصلت. لأن يعني
مصداقا لقوله تعالى واما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. والناس بتعرف مين اللي يخصها وايه اللي يخصها في اللي بيسمعوا. وسيد حجاب يخص الناس والناس تخصه من اول رحلته لحد اللحظه دي. بعد الفاصل هنرجع. لماذا حالنا أضحى هبابا؟ حاجة من فئة الشعر الحلمنتيش. ونهري مصر حبا بالأغاني فتملأنا أغانينا اغترابا. كلام كله شفافية وحلم. لو كنت أمير من أمراء الحواديت كنت أرفرف زي النسمة وأدخل في الحل وأقطع نص لسمة الخل. كبير جدا من الاغاني. منير واحد من الاسماء اللي غنيت لك. تمام. مين تاني من الاسماء اللي انت سعيد وفخور بان هم غنوا كلامك يا عم سيد؟ انا سعيد وفخور جدا بكل الممثلين اللي غنوا كلامي. الممثلين؟ الممثلين يعني عمنا المدبولي وصولا في بابا عبده واشياء اخرى قبل كده جحا المصري ووصولا الى نجاح الموجي وأغنيته الشهيرة سلم لنا بقى على الترماي. هي دي بتاعتك؟ للأسف. إيه من الأعمال الدرامية اللي أنت شاركت فيها شايف إن هي شبه أو بتلخص البني آدم المصري المواطن المصري؟ في مسلسل جحا المصري مثلا يحيى الفخراني. ليحيى الفخراني. وفي مسلسل علي بابا برضو ليحيى الفخراني. أظن أن الغناء في المسلسلين دول شديد المصرية وشديد الاتساق أو الإجابة على الهموم المصرية الدائمة. يعني أنت بتشوف البني آدم المصري أقرب لجحا المصري اللي هو خلطة ما بين الذكاء والدهاء والفهلوة وأحياناً الطمع بس كمان الطيبة. يعني توليفة كده. هيوة أنت بتشوف البني آدم المصري كده. كان مجرم جحا المصري في المسلسل. انا لما نشتغل في جحا المصري فجاني يحيى الفخراني بيقول لي على فكره انا قريت الكلام لمحسن زايد صديقنا الراحل عليه رحمه الله. فقال لي على فكره خلي بالك يا يحيى سيد حجاب ده هو جحا المصري. لا يعني هم شايفينك انت جحا المصري من اللي شايفها خلاصه البني ادم عندنا. على الأقل لغاية ما احنا عشنا لغاية ما شفنا يعني. بس أنا متوقع أن البني آدم الجاي أحسن بكتير. ليه بقى؟ بداية لأننا في عصر المعلوماتية اللي هيكفل للإنسانية كلها ديمقراطية المعرفة اللي فضلت طول العمر أداة للنفوذ والسيطرة. هذه المعرفة ستصبح هذه المعرفة في متناول الجميع. ما بتحنش لأيام ما كنت تقعد كده وتكتب كلام كله شفافية وحلم وما فيهوش مشاكل وما فيهوش ضغينة وما فيهوش خوف لا على مستقبل ولا على ابن؟ ما بتحنش لأيام دي؟ يا ريتني كنت أمير. لو كنت أمير من أمراء الحواديت كنت أدي لكل فقير وفقيرة بيت، بيت بجنينة مليانة زهور وبعشة مليانة كتاكيت، وأعلق فوقه قمر بنور ونجوم لولي فتفيت فتفيت. لو كنت أمير من أمراء الحواديت كنت أدي لكل الأطفال الحلوين ألعاب، أطرب غضبان فرشة ألوان مية أو زيت، وأبني لهم قصر على المالح من غير أبواب، قصر بقبة لولي وبقبة مرجان، وعلى القبة أعلق أجراس فضة ومرمر وذهب ونحاس. لكن قبل ده كله لو كنت أمير من أمراء الحواديت
كنت ادي لوزرائي محاريت علشان يشتغلوا بايديهم ويشوفوا ازاي الارض السمراء لما نحرتها كده رايح جاي بتطلع غلة وبن وقطن وظل وشاي وتطلع غاب نعمل منه الأرغول والناي. وكمان قبل ده كله لو كنت أمير من أمراء الحواديت كنت أرفرف زي النسمة وأدخل في الحلق وأقطع نص لسنة الخل النص اللي ما بيقولش الحق علشان يتعلموا امتى يقولوا ايوه وامتى لا. ده لو كنت امير من امراء الحواديت. شايف جد يعني اذا كان شعره فيه قدر كبير من الحكمه، حكمه الانسان او حكمه تجربته الشخصيه، حتى اغاني الاطفال الزغنونه اللي كتبها، بس هو كمان عنده حاجه من فئه الشعر الحلمنتيشي، ان هو حريف جدا في الشعر الحلمنتيشي، والحقيقه لانه حريف في المفردات. يعني ما شفتش حد بيعرف يجيب الكلمه والمفرد والمعنى ويطوعه زي سيد حجاج. انت عايزه ترجعينا لزمان داخله في 20 سنه. القصيده الشهيره جدا معارضه لقصيده عمنا الكبير شوقي سلوا قلبي. سلوا قلبي وقولوا لي الجواب. لماذا حالنا اضحى هبابا؟ لقد زاد الفساد وساد فينا فلم ينفع بوليس او نيابه، وشاع الجهل حتى ان بعضا من العلماء لم يفتح كتابة. صحيح. قفلنا الباب، أحبطنا الشباب، فأدمن أو تطرف أو تغاب. أرى أحلامنا طارت سرابا، أرى جناتنا أضحت خرابا، وصرنا نعبد الدولار حتى نقول له انت ماما وانت بابا. ومليارتنا هربت سويسرا ونشحت من الخواجات الديابة، ونهري مصر حبا بالأغاني فتملأنا أغانينا اغترابا، وسيم الهلس تشبعنا عذابا وتشبعنا جرائدنا اكتئابا. زمان يطحن الناس الغلابة ويحيى اللص محترما مهابا، فكن لصا إذا أو عش حمارا، وكل مشا إذا أو كل كبابا، ودس على الناس أو تنداس حتى تصير لنعل جزمتهم ترابا. أمير الشعر عفوا واعتذارا لشعرك فيه أجريت انقلابا، وما نيل المطالب بالطيابة، دي مش دنيا يا شوقي بيه دي غابة. يعني سيد انا مش هبالغ لما اقول ان انت واحد من اللي ساهموا وبيساهموا في تنوير القلوب والعقول، يعني مقدر، يعني دي مش مبالغه، ده توصيف. عم سيد حجاب، خليني اقول لك انت من الناس اللي بنعتبرهم ونس لينا، حتى لو ما كناش نقرب لك ولا تقرب لنا. الحمد لله. بشكرك شكر جزيل. انا اللي بشكرك وبشكر الجمهور الجميل الكريم اللي نورنا واللي أتمنى إنه ينور دنيتنا مستقبلاً إن شاء الله. شكراً جزيلاً.